أخلى الجيش الوطني الليبي مدينة درنا من جميع سكانها لتسهيل عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين وانتشال ضحايا إعصار دانيال واجتاح الإعصار المتوسطي مناطق عدة شرق ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنا حيث تسبب بمقتل سبعة آلاف شخص بخلاف آلاف المفقودين في حصيلة غير نهائية وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان ان الجيش اخلى مدينة درنه من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والانقاذ